خير رجا. مساء الخير ودوك، مساء الخير لكل المشاهدين اللي بلشوا يتابعونا بحلقة جديدة من برنامج نورنا الليل عبر شاشة الـ OTV. رمضان كريم، وإن شاء الله المحبة والعطاء بيكون هو الرسالة اللي كل إنسان بيقدمها بهيدا الشهر. أكيد بدي أتمنى لكم إفطار شهي، وإن شاء الله يا رب يكونوا أياماتكم كلها مليانة خير وعطاء. ما رح طول عليكم كثير، رح نبلش حلقتنا نستضيف أول ضيف معنا اليوم. هو رئيس العصابة بكل ما لكلمة من معنى، هو ممثل كوميدي وتراجيدي، هو باختصار نبيل عساف. مساء الخير نبيل. بونسوار. كيفك؟ بونسوارين. كيفكم انتو؟ رمضان كريم. رمضان كريم. خبرني بهيدا الشهر نبيل، كيف تستقبل الشهر الفضيل وهيك شو بتتمنى لكل اللي عم بيحضروك بهالاثناء؟ اف هلا يمكن تطلع شوي كليشيه، بس انه اللي متمنى اول شيء تروق الاوضاع، لانه على مستوى الدول العربيه كلها نار وشعلانه فوق الصيفيه والصيام ويلعه، فبدنا تروق الاجواء شوي تالناس ينبسطوا. وانا على طول بتفائل بالخير، على طول بامن انه اذا بتضحك للحياه حياه بتضحك لك، فبضل ابتسم، ضل اقول لهم للناس احكوا بوزيتيف، تكون الطاقه ايجابيه لانه بتنعكس عليكم. انت هيك بالحياه طاقه ايجابيه وبوزيتيف او بس على قدام الكاميرا؟ لا لا، انا على طول بجرب كون ايجابي حتى لو كان الوضع كثير سلبي. طبعا اهلا وسهلا فيك نبيل عساف، ضيفتنا للثانية، معروفة بنهلة البهلة، بس هي بالحقيقة ممثلة من الطراز الرفيع، بتعرف تجيد أدوارها، بتوصل الابتسامة والضحكة للقلب، هي دل الحلو. خلص الوقت ولازم نروح، صار لازم نروح، أماني عندك بعد الروح، بعد الروح. خلص الوقت ولازم نروح، صار لازم نروح، أماني عندك بعد الروح، بعد الروح، بدالك على روحي. بونسوار دولي، أهلا وسهلا فيك، نورتينا اليوم بنورنا الليل. دولي، بداية كيف بتستقبلي شهر رمضان المبارك؟ يعني مثلنا مثل كل هالعالم ننطره بناطره شهر كريم ومبارك، وان شاء الله بينعاد على الكل يا رب، وان شاء الله نتمنى انه هالحاله شوي تروق، تالعالم عن جد اول شيء تصوم برياحه وتفطر برياحه وتعيد اخر شيء عن جد بفرح، لانه نحن عايشين يعني بكره الله يستر يكون السحور دواليب والفطور دواليب عن جد، لانه مشكله صارت، وانا بقولكم ينعاد عليكم سلف يا رب. دولي، انت اول مره بتعملي انترفيو يمكن، او من المرات القليله اللي بتطلعي فيها انترفيو، اليوم رح نعرف اكثر عنك بحلقتنا. يا هي بدها تقولكم تدفعوا لانه لا بس ولا لا مش هيك، مثل ما بيقول انا عن جد اكيد انتو عن جد كثير غاليين على البنت، وبتعرفوا عقلبنا كلنا كهيدا الاكيد، بس والله سالنا ما بعرف ليه بحس انه بعد بدنا كثير، ولا نطلع انه مقابله ونعمل ونحكي، وانا اللي روح ارجلي لك لحظه ولا الانترفيو بروح. من هلا ورايح رح وجه تحيه لاي تلفزيون، اي مؤسسه اعلاميه بتحب تدعي دولي، بيكون في ارجيله، انا في ارجيله بتجي دولي بتجي. ليك عم يتفلسف، ما بيجي وحده وحياتك بيسبحني، بل انا لازم كون البنت، ما فينا نبعتها وحده. بضلك معها نبيل اذا في ارجيله اكيد، بس مشكلتي انا وياها بنروح عند نفس الكوافير وعلى طول بتنطرني. انت شو بدك تعمل؟ على طول بتنطرني، بتاخرني بدون ساعه مش عارف. طب معقوله مرقوا قبلي بده ساعتين ونص؟ من دولي الحلو نبيل عساف رح نستقبل ضيفنا الثالث، هو ممثل من الطراز الرفيع، سياسيين كلهم بلبنان بينطروا اطلالاته التلفزيونيه لانه الوحيد اللي بيقدر يصيبهم هالقد، هو باختصار إلي الراعي. مسبع بالحب الكارات، لا تتعدي عكاري، الدنيا مليانه بنات، لا تصبي سيت على ناري.
مفروض راجع كمان اوقات هيك يستقبل الضيوف، بس اليوم نعذره لانه فيك شيء اجره. عن جد سلامتك. الله يسلمك. شفت المحلة. إلين راعي، بداية اهلا وسهلا فيك، منورنا الليل عبر شاشة الاو تي في، اشتقنا لك كلنا. حبيب القلب ميرسي، تحية لجمهور الاو تي في يلي بكن له معزة كبيرة بقلبي وهن بيعرفوا هالمعزة. ببداية او اذا بدك، كيف بتقضي الشهر الفضيل وكيف بتعيش اجواء رمضان؟ يعني الحقيقة نحن بالشهر الفضيل منوقف تصوير بالبروجرام تبعنا، واكيد يعني شو بكون مكسور علينا اشغال، شو مكسور علينا اشياء لازم نعملها بنعملها، واكيد يعني هيك نتنفس الصعداء مثل ما بيقولوا. شو بتتمنى لكل الصايمين؟ طبعا نتمنى بهالشهر الفضيل انه تعمل محبه ويعمل سلام، وتجي الكهرباء اكثر وتجي الماء اكثر، وكل شيء بيتمنوه اللبنانيه يصير بهالشهر الفضيل ان شاء الله يا رب. انا برايي بدنا اكثر من ماي، بدنا تسونامي، بدنا يطهر كل الحوض. قال تجي الماء اكثر، تجي الماء قبل اكثر، ما هو ما في تجي الماء. احنا عم نقول بدنا تسونامي غير شيء. رح نحكي بالتسونامي بكثير قصص بس تكتمل قعدتنا كلنا. كمان هيك رح نستقبل مع بعض نجم لبناني بكل اغنيه بيقدر انه يعمل هيت باختياراته، ذكي بالتعاطي مع المعجبين ومع كل اللي بحبوه. كمان هو نجم قدر انه يتخطى لبنان ويصير في عنده معجبين بتونس بالمغرب وبكافة الدول العربية. رح نستقبل سوا سعد رمضان. لو بدي احكي لك انا حبيت ومش رح اخبي، نوي سعد. مساء الخير واهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. بدايه مثل ما سالنا كل الضيوف اللي معنا، كيف بتقضي شهر رمضان المبارك؟ يعني هالسنه في شويه شغل، في سفر اكثر ما هو هون بلبنان. اذا بقول لك كيف قضيته هذيك السنه، قضيناه بمصر، كنا نخلص استوديو الساعه 12 واحدة الصبح، نضل عم نلعب بلاي ستيشن للساعة 7، ننام أي ساعة في على الأذان، كيف صيام ما بعرف، عرفت كيف؟ بس إجمالاً حلو كتير رمضان، خصوصي بالليل، بالنهار أكيد ما حلو لأنه تعب وهلا شوب، بس كتير حلو جو رمضان بالليل، كتير. أكيد سعد إلي نبيل ودولي أو نهلة. اللي بدك اياه. هلا لا اليوم حقول معك دولي. ايه. نهلا يا معطر اخترب. يعطيك العافيه. ودولي اهلا وسهلا فيكم عن جديد بينورنا الليل. اكيد اليوم هيك حلقه مثل ما مبين انه مهضومه كثير. تعذروني لحظه، رايح عند سلطان في غرض دقيقه بتجيبهم عندكم. بلش نبيل وافلامه. الله يسترنا الليله. نحن ما صدقنا بلشنا ندفي بكير. مين سلطان؟ الو الو كيفك؟ ماشي الحال؟ شو جايب معه كياس؟ شو جايب معه نبيل؟ انه بير نويل ممكن يجي برمضان كمان، مش ضروري بس ما هيك؟ نحن بلد في يلا كل واحد بيطلع له ينقي، بس انا دولي اكيد رح نقي. ايه طبعا يلا كل واحد نبيل ما بسترجي شيء من الكيس قد ما عندك دروبه، ما بدي شو الواقع. اوكي هلا شو في بقلبه؟ ما بعرف عن جد ما بعرف. خد الكبيرة بتوصل كبيرة رجل كبيرة رجل كبيرة لك الكبيرة ما بدي في وصاية للشباب. شيلهم ولا ممنوع شيلهم هلا؟ هيدا اوكي. وفي نبيل بدي وحدة ثانية. بدك وحدة ثانية؟ الكبيرة. ما انا جايب على اساس انه بده يطلع هلا كمان بعد لا باتريك اكيد باتريك نعيمة اللي وجه له تحية ولإليان وفاطمة الإعدادية اللي وجه لهم تحية. عن جد حبيت هيك جبلكم جاف بس انه نجمع الالوان على الطاولة على طول، نطلع بالالوان مختلفين. خلينا هالمرة نطلع بالالوان
متحدين مبسوطين. بس يريبا بيقول ميرسي لهالمارك على ال نبيل ما في شيء للاكل خيي جاي لنا. بدي اقول شغله كثير حلوه الفكره انك اليوم جمعت كل الالوان على طاولتنا، كمان هيك رح نبلش حلقتنا. هيدا ما حزب حدا، هذا حزب بالفعل. بعد بدي اللي بده يحب هيدا اللون لمين؟ لا حزب الي، حزب الطيب. هيدا وحيد اذا بتفتح انت سيف اكثر حزب سبقه كله ذكور ما بعرف. انا اول واحد. طيب والابيض؟ لا بالمسرحيه الابيض هيدا المعتر طلع فيه لانه عيلتك بيتقبروا كلهم سوا. لك الابيض شو وضعه؟ هاي انا طلعت هلا. لا لانه الابيض مكشر المعتر لانه مقبرين كل الالوان وتركينه هو لوحده. حلو كثير. كمان هيك كمان جمعت كل الالوان. رح نبلش حلقتنا من عند سعد رمضان بموال. موال؟ ايوه يلا سمعنا جاي نسمع. لا ماجور. من هون نحنا يا بشر، من هون من هون من قصة عمر، من بسمة الأيام للأيام. من هون نحنا يا بشر، من هون من هون من قصة عمر، من بسمة الأيام للأيام. من صوت بيجيب البكي عالبال، من كوخ من عرزال من موال من دالي وعنقود من توتي من غيمة بلاد المطر من هاون. خطرنا على بالك خطرنا يا هوا، كان مالنا ومالك ما احنا يا هوا. الا بعمرنا روينا ولا شافت عينينا طيفك يا هوا. خطرنا على بالك يا هوا، كان مالنا ومالك ما احنا يا هوا. لا بعمرنا روينا ولا شافت عينينا طيفك يا طيفك يا هوا، طيفك يا هوا. ميرسي. انا بدي اروح احضر. لكن في بالاذن منكم انا رحب لاول مره سعد على الاو تي في، يعني عن جد سعد شخصيا على الاو تي في. لا مش اول مره، كنت طالع كذا مره. لا انا عم بقول سعد بيلعب. انا عم بقول سعد. انا عم بقول سعد. شو يا شيخ سعد؟ يعني سعد على يعني سعد بقميصه بهيدي سعد كمان. خلي رد عليك الشيخ سعد. الله يزبط الشكل احسن. الحمد لله احنا على الاو تي في لاول مره بالازرق وجنب الاحمر هون الاورانج. بس خلوا الاصفر بعيد عني. نبيل العساف، انا عم بقدمك قلت رئيس العصابه، قد ايه بينطبع عليك؟ قد ايه بينطبع عليك هيدا؟ ما بعرف. اول شيء اكيد في تحيه كبيره لشريكي جسكار لحوم اللي انا وياه بكل شيء كل اعمال سوا. ما بعرف اذا بتنطبع علي، يمكن انا كاركتيري شوي مش شوي كثير عجق.
وابو مشاريع، فبضل انه يلا هلا بدنا نعمل شيء، هلا بدنا نخترع. ابو يتاخر اكثر انت على الشهيده، انا بكل الاسماء بياخذ وقت بالحلاقه يا جماعه، بدي احلق مساحات عندي، شو بدكم؟ شي مره بدي احلق لك على الناس، فممكن ينطبق علي هذا اللقب. بس انا بالشغل كثير منظم، يعني بعكس جسكار قد ايه هو بالوقت دقيق. جسكار كفايلينج وللشركة بتعرف صار عنا كمية كبيرة من البرامج وإشياء، إذا بعطيه سريع التعبير بقرة تيخبيها تختفي بتضيع وين ما بيعرف البيت. فأنا عندي كل أرشيف الشركة وكل النصوص وكل الحلقات لا ما بيعرف، ما بعرف بعد 3-4 سنين بيسمع ماشي مطرح كون صار في قطيع بس مش عارف هو بالموضوع. سعد أنت إجمالا في حدا بيهتم بكل شيء بتعمله بينظم لك كل شيء، أو أنت بتحب تعمل كل شيء لحالك؟ لا أكيد في، يعني هي أنا بالنهاية بعتبر نجاح الفنان في جزء كبير كتير كبير لإدارة أعماله، اتنيناتهم بيكملوا بعض، لازم يكون في إدارة أعمال، وبنفس الوقت كمان أنا في يعني لازم يتعب كمان الفنان، ما لازم يقعد ينطر إدارة الأعمال لحتى كمان تشتغل، لازم اتنيناتهم يكملوا بعض يعني بالشغل وبالمجهود. أداء عم بيقدموا لك مولا برودكشن اهتمام لك كتير، صدقني كتير، يعني المولا برودكشن اللي بينه وبينه تخطى شيء اسمه كونترا، أكتر ما صار هو شيء علاقة أخوية وهدف واحد، يعني أنا وسام خصوصاً وسام نفس الهدف، وإيد وحدة لنوصل لهذا الهدف اللي نحن بدنا إياه، إن شاء الله يا رب ننجح تنيناتنا مع بعض. سعد ليه وأنا مرة بتقول إنه بتحكي إنه الحقيقة، يعني بتقول إنه صابر الرباعي هو من أشد الداعمين لسعد رمضان، ليه ما بتقوله يعني؟ ما بقوله يمكن ما ثاقبت، بس الفنان صابر الرباعي من الأشخاص اللي بعتز بصداقتي فيهم وبشوف حالي فيهم. أنا كنت أحلم أشوف صابر الرباعي أو غني أنا وياه، وسبحان الله يعني جمعنا بشركة واحدة اللي هي المولى برودكشن. فنان صابر الرباعي كنت حب فنه كتير كتير كتير. هلا بس لازم تخبر المشاهدين قد ايه بيقعد معك كتير كتير، وقد ايه بيعلمك كيف الاغاني لازم يعني كتير. انا باخذ نصايح منه، اول شيء فنيه، ثاني شيء اجتماعيه. يعني فنان صابر الرباعي انسان قبل ما يكون فنان، انسان كتير رائع، بتعلم منه موسيقيا، بتعلم منه اجتماعيا اخلاقيا بكل شيء، يعني بتعلم منه. أكيد وجه تحية كتير كبيرة للفنان صابر الرباعي. دولي يا دولي، قد ايه عم تقدري تتحملي هالشباب اللي موجودين معك بكتير سلبي؟ لحد هلا ماشي الحمد لله، عم شغل حالي عم يعذبوني أكثر. نحن لازم نتحمل منهم الحمد لله، يقبروني عم شغل حالي ولا أنا شايف أقوى منهم كلهم يعني صراحة. معاناتنا مع دولي مبلشة من أيام 10 بعد النشرة، من أيام أو تي في، بس ليك صبروا بالفعل هونيك كانت الانطلاقة وقت اللي بلشوا هالكابل يعني إلي ودولي، فمن وقتها نحن نتحمل دولي بس تعودوا. صدقني كيف انه واحد بيصير مثلا كل يوم عنده وجع راس، اذا بيصح بيتضايق. اي مزبوط هيك، انا تعودوا على وجودي. في واحد كل يوم كان يقوم متفاجئ، في نهار ايه مش متفاجئ ايه متفاجئ، فهيك صار. دولي هي ما بعرف، من ايام 10 بعد النشره انجمعت انت وإلي الراعي، ذكرينا هيك بمشهد. اوكي وين كاميرتي؟ قدامي باتريك. ما توترني باتريك، هيك كان المخرج باتريك نعيمه. تحية لباتريك أكيد. باتريك كنت عايزني يا باتريك. كان باتريك يوترني وما أنا دغري هيك، باتريك ما توترني. نبيل توبريني يا دودو، وينو نخلة؟ وينو نخلة؟ يعني أنا برجل تفاحتين نخلة، وينو نخلة؟ عمل أنا هيك يلا إجا نخلة دغري عيوني شرقته وهيك. والايسي بونسوار يا إلي، وطي الايسي ده ما شبعني، دولي مشوب لابس بدلة، حل عني خلصت المعركة. يلا بلشوا يلا. بونسوار واهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من 10 بعد النشرة. لا أشطر. يعني وين الاي كيو كاف؟ مش عم بستوعب على ايدي. برجع انا هيك. يلا استقبل الشخصية تنشوف الي. اليوم احنا وياكم رح نستقبل لازم تشوف هيك بتطلع بعيونك مين بدك. عرفت. وليد. لا لا. اول ما فل كتبه على الحيطان راجع. وبال 2005 قصد حرف من الاسم وصارت رجع. خلطت مش يا الله عيده عبيد. عيدة. انا مش عن جد. يلا ان شاء الله اليوم الضيف بطل فيه يصبر. عيدة. لا بيصبر، هيدا ضيف بيحبنا. اوكي اول ما فل كتب على الحيطان رجع،
وبال 2005 قشط حرف من الجملة من الكلمة وصار يترجع. أكيد عرفتوا عن مين عم نحكي، عم نحكي عن الجنرال ميشيل عون. تفضل جنرال. يا أختي لا أول شيء بدك تسمحي لي. اسمح. حيي جميع المشاهدين اللي عم يحضرونا اليوم، وبالتالي نتمنى عليهم شهر فضيل ينعموا فيه بالبحبوحة وبعضا من الأمن، لأنه الأمن صار مستباح، وأيضا الكهرباء ما على اللي عم بيعرقلونا إذا هلا يتهموا الصهر إنه ما عم بجيب الكهرباء. مش الحق علينا يا خي. طب جنرال اسكت عم بحكي. بس كنت عم بحكي إذا بتريدي بتسمعي. يا أختي ما تعلم مثل بعض الصحفيين، هاتك أنت صرتي مثل الهول الحرتقجية الخضرجية إذا بتريدي. وهيدا انذار مبكر للثنائي رودولف وراك لازم هيدا مقطشونا، بدنا نمقطشهم. لا يا جماعة ما هول من عظام الرقبة. بلاش معنا هيك. انا بعدين كنت تعملوا لي وسام الصبر اليوم لاني حامل سعد حد. حسيت والله. حسيت ما تحس بشي وحش. سعد الأجواء الكوميدية والأجواء البرامج، أنت أي نوع بتختار وبتحضر؟ يعني أنا نبيل والشباب والصبايا كلاتهم بيعرفوا قدي أنا بحبهم. تسلم. ومش من أول مرة. يعني تاني مرة بشوفهم قلت لهم هيدا الشيء. التقيتوا بالجامعة الإنجليزية وقت تكرمتوا، كان في تكريم لألكن. كان معنا شابين سائلين عنه هيك. لا كتير بحب هذه البروجرامات، يعني بتبعدك شوي عن الأخبار وعن عن هال الأخبار اللي بتوجع لك راسك، يعني بدك شيء شوية تضحك ترفه عن حالك. نبيل قديش الأخبار هي هيك إلهام تعتبر لإلكن حتى تركبوا سكتشات وحتى تعملوا هيك البرنامج تبعكم يكون مبكر؟ إذا بدنا نفكر بزنس بنقول أحلى شيء واحد يعيش بلد مثل لبنان إذا بيكتب برامج نقد سياسي واجتماعي، لأنه مستحيل تلاقي بلد بالعالم مثل لبنان كل نص ساعة في مشكلة. إذا تقبر هو مرته بينزل بيحرق لبان بالشارع، هتقول في أكشن. إذا الوعي لقي الدونتي فريز خالص عنده ما بينزل بيسكر طريق، يعني صارت الشغلة بالبلد كثير عبثية، إنه كل شيء بيخلق لك حدث هي مش موجود بالعالم. فلهي النوع من البرامج ممتاز لبنان، بس نحن نتمنى انه ما يعود فيها، ما نعود نعمل هالبرامج، نعمل غير انواع برامج، نرجع للسيت كوم. عم تكذب بهالاسئله؟ لا 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 مش عم كذب، لانه اصلا بنزهق بنزهق. لانه عن جد بتحضر اخبار بتصير مضطر. انا ما كنت من الاشخاص اللي بيتابع كثير، بس وقت اللي فتنا بهالنوع البرامج خاصه وقت اللي بلشنا ب 10 بعد نشره كان تحدي. وبعده الجنرال ميشيل عون يلي موجه له تحيه كثير كبيره عبر الاو تي في بعده لهلا، بس التقى فينا وبيحكينا مع كل بقية البرامج اللي عملناها، يعني من يوم جديد يلي ركبنا البرنامج كله ل 30 ليله وليله ل 50-50 سيت كوم لكل هالبرامج، بس بعده 10 بعد النشره كان له تضوايه خاصه. بعده الجنرال وكثير ناس كثير كثير مشاهدين على الاو تي في اللي بنحبهم بيسألونا عن هالبرنامج بالتحديد. بس هالبرنامج حطنا بتحدي، صرنا نتابع السياسي بشكل تفصيلي، يعني كل يوم بدك تفوت وتلاحق السياسيين وتعرف اخبارهم. في منهم كان يزعلوا منا انه يي منين عرفت المعلومه، عرفت شو. مين اكثر حدا انزعل؟ بكل صراحه ما بعرف هلا اذا بيزعل هلا لانه عم بيقول اسمه على الهواء. هو نائب رئيس مجلس نيابي سابق، نحن بنحبه استاذ قليل فرزلي. استاذ قليل فرزلي عملنا باحدى الحلقات بارودي على موضوع اللي هو معروف فيه، هو عنده شغله بالواجبات كثير منيح، بس اوقات الواجبات بتتخطى الوقت. يعني مره نقلنا معلومه حدا من المقربين منه انه صار في حاله وفاه، فهو راح تيعزي وثابت انه اهل البيت بعد ما وصل لهم الخبر، لانه الشخص كان بالمستشفى فوصل على البيت يعزي قبل الخبر. فكان هذا السبب زعل منا، بس اكيد نحن نوجه له تحيه. بالعكس يعني هيدي شغله معناتها انه شخص سياسي قريب هالقد من الناس وبيعرف يفوت على تفاصيل حياتهم. هلا عم نقول له ما تزعل منا، في اشخاص غيره مش حنسميهم هلا. اوكي زعلوا خلص. انا كثير استفدت من 10 بعد النشره انه تعلمت سياسه. صرت تقري سياسة أكتر. صرت أعرف شوي بالسياسة، ما كنت أعرف مين ضد مين.
الحمد لله شوي شوي عن جد هيك ما عم بمزح مره كانوا عم بيقولوا لي مش الحمد لله انه صرتي تعرفي يا ريت لا شوي بس ما معقول كنت ما اعرف انه واحد مش ابن واحد انه عمر يعني كنت مفكره سعد الحريري صهره للجنرال هالقد كانت تعرفها السياسه عن جد مره حدا عم بيقول لي عم بقول انا شيء هيدا الانترو تبعولتنا وعم بحكي ريتا بطريقة ما أنت بتقرأ بتعرف كيف أيه. وين تقسم وين تقلق وين تقلق لتوصل للمسج اللي بك توصلها هني كاتبين ليون هادي صف وأنا بدي أقسم هلأ أنا ريتا وكفيتا نقول كذا فلان بيو اللي مات وكذا قال لي دولي هيدا مش بيو وكتنقول هو كلاتي تلاش هيداك مش دي أنه ما خصة أنه اثنين سياسية وحياة الله ناسي مني لدرجة ايه عن جد دولي ما كنت تعرف شيء يا ريت دولي احلى واحد ما يعرف لانه بيوجع بيوجع على راسه لانه صعبه اكيد ايليه رح تشتاق لجوزيان بكثير سلبي هذا شيء طبيعي لانه جوزيان اول شيء بدي اوجه لها تحيه يعني شخص يعني مثل ما بقولوا نحن بكثير سلبي مثل مش مثل نحن عائله بكثير سلبي كان بالحري شخص من هالعائلة يبطل موجود أكيد مش أنا واحد بدي أشتاق لها كلنا بدنا نشتاق لها دولي كتير مبسوطة لأنه تركت جوزيان كتير مبسوطة بس أنه أنت رح تكون كتير زعلان وهيدا شيء واضح يعني ولا ليه أنت عم تقول اتركوا قلوا من قلوا وين شايفني أنا وياه بلعب دور قط الشر لا شو بدك فيه أنا جوزيان عن جد صديق عن جد نحن عشنا سنتين إخوة يعني نحن عشنا بهيدا التصوير ما كنا أنه يعني ما كان مثل واحد انه انا اي مريحه شغله ويا الله لما ننبسط نروح ونجتمع يعني اذا صار خمس دقايق نروح نعمل هيك نروح نعمل ليه لا لا جاسي لا جاسي كانت اول شيء تتضايق من الارجيله هلا تسلم لي تروح معها تعود عم نتضايق فيها بعد الاول نزعتوها يعني بس بدي ضوي على هالشغله انه هي جوزيان لانه حبت تروح على كارير الغناء اكثر فحابة انه تبعد عن التمثيل لانه كثير ناس بيسالوا ويحاولوا ان يصطادوا في الماء العكر على اساس انه الجمل بيصير قوى فنحن بالعكس ما في ابدا اي مشكل شخصي نحن وياها بالعكس بس بهيدا المهنه بيمرق فترات طويله فاكيد في اشخاص بيرتبطوا في اشخاص بتتجوز في اشخاص بتحبل في اشخاص ما بتعرف شو بصير معك حتى سعد رمضان البوم جديد انطرح بهيدي سياسة غريبة أنا صراحة استغربتها انطرح كمان انطرح بالمغرب بتونس بلبنان بعد ما نزل ليه؟ لك الألبوم أوريدي جاهز صار له فترة انطرح بتونس لأنه كان في عنا عرض هيك حلو بالنسبة لتونس يعني أنه ياخذوا الأغاني مش الألبوم مش الأغاني الجديدة اللي حتى بعد ما نزلت بلبنان بس هن الأغاني القديمين اللي نزلوا أوريدي صار تعرفهم العالم هن اللي نزلوا بهيدا الألبوم اللي بتونس بس الألبوم ككل يعني الألبوم الأغاني الجديدة وهيك لا أكيد بعد ما انطرح مع أنه أنا بالنسبة لإلي هلأ الألبوم بطل له رهجة الألبوم مثل قبل ليه؟ ما بعرف في شيء غريب يعني اول شغله انتاجيا بطل يجيب مثل قبل لانه صار قصه الداونلود وما داونلود الانترنت قد ما كان بيحبك جمهورك وقد ما كان بيجي بيعمل داونلود على لانه بيحبك 100% بيجي بيعمل داونلود على فهي مشكله واجهت كل الفنانين وشركات الانتاج حتى كمان مع كمان انا اكيد بحب ينزل لي البوم لانه الالبوم بالنهايه ارشيف للفنان يعني بدل ما ينزل لك غنية وغنيتين بينزل لك 9 أغاني أو 10 أغاني إن شاء الله يا رب بيكون له وقت أنا ما بدي نزل ألبوم لمجرد أنه أنا نزلت ألبوم وما تسمع فيه العالم بدي نزل ألبوم بوقت تكون العالم فاضي تسمع هلأ بحس العالم أبداً مو فاضي تسمع سعد أنت هلأ برصيدك في 7 أغنيات مزبوط في عندك بس غنية واحدة مش مصورة كليب والباقيين مصورهم في 2 على المسرح مزبوط بس في غنية مش من ألبومك وغنية أنا بحبها يعني بحب أسمعها بصوتك كمان يا مسافر مسافر وحدك؟ ايه فينا نسمع ليش مسافر وحدك؟ أنا غنية كتير بحبها ايه بس ليش مسافر وحدك خي؟ هي لعلي لا رايحين معه كلنا لكن بلط له راسه صوت شوية علي شوي صوت دو يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني
ليه تبعد عني؟ ليه تبعد عني وتشغلني؟ لا دي دا لا لا دا 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 دي دا 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 ودعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم ودعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم دعني دموعها دموعها بتتكلم دعني سافر وحدك وفايتني لتبعد عني ليه تبعد عني وتشغلني ميرسي كلكم كلكم انتقدتوني ليلى هي الغنية وكلكم حافظينها ورحتوا فيا للغنية. لا عن جد اسم الله عليك. لا ما انتقدناك اغني لشو سفر وحدك يا خيي. ما عندنا شيء فكر هو انتقد هو اللي على السفر عافية وخدمات. وليد باك؟ وحجم السفر؟ وليد باك كثير. وليد باك؟ يا سيسي خبرنا عن شهر رمضان المبارك عندك كيف بتقضيه؟ يا سيسي يا سيسي هناك مثل هناك مثل يقول بغيراته بتقل الشاته فأنا رح ضل أبرم وأبرم 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 إلى حين إلى حين أن نصل إلى إلى بر الأمان مش إلى بر الأمان لكن في لبنان لن نصل إلى بر الأمان شو هالك سألوا بدك شي قرعة متي لك مت اللي تاخدك بسألوا لوليد بيك سؤال لا امتى رح يضل في تقصير بالجبل وخاصة لبعض الناس ما بيهتموا فيهم غير بس وقت الانتخابات يا عزيزي يا عزيزي يجب ان سؤال له ولا يجب ان تعلم ان هذا من التقاليد تقاليد السياسيين في لبنان هو ان نهتم بالناس قبل الانتخابات بشهر وبعد الانتخابات بيوم ما بنعرفهم مش ما بنعرفهم هيدا الواحد كي لازم يرد عليه بغير طريقة شو قلت انت رد؟ لا هيدا لا سؤال بالفعل بيحمل مناقشة طويلة هلا مش رح يفوت فيها سياسيا بس سؤال كتير مهم سأل هلا هو سأله الجواب غمز نفتح ولا بعد؟ لا هول أرقام رح نعطيكم إياه هون وهول أرقام رح نستعملهم بالفخرة الثانية من البرنامج رح يكون في لكل حدا منكم له شيء لحطينا يعني لا يستعمل مفاجأة شو الرقم اللي طلع معك اليوم؟ من أولى؟ لين سرعة 23 نبيل 3 ترويكا إلي 29 سعد 10 اوكي والرابح الجايزه معنا مش اللوتو سوري دغري انت حتقول 3 مش اللوتو لا قد ما انا مهوتين هالفتره مرقت الشهر الماضي صارت الجايزه كثير كبيره صارت تلاقي كل الناس لوتو كل واحد يا الله ما ربحت اللوتو يا اخي مش كل الناس بتربحها لا ربحت يا الله ما ربحت اللوتو ما ربحت لا بعد ما ربحت بعد على بكره بدي اخذ لوتو ايه وانا كمان فيك تبعت دغري اس ام اس حب هيك المره اوكي ضلي شو نهل البهله بحبه كثير هالكاركتر كيف يعني انا هلا عم بحاورك انت نهر البهلة يا حرام عليك ليه بدك تعمل بنفسك هيك لا عن جد كاركتر بحبه كثير و... وعن جد انه اوقات لازم الواحد يكون مثله ضلي انت هلا نهر البهلة اوكي يا عم شوفي هو ضلي ايش رايك بهي الجامعه لازم اعمل هيك اوكي ايش رايك بهي الجامعه
جواز جامعة أيضا. هلا أيضا فكر صوته حلو يعني. شو بغني لي مسافر وحدك؟ خذ معك حدا وتعمل لي زنبلاط. اسم الله عليك شو بتعرف عنه أصولك؟ أنت اسألك هالغرة شوي. شو بدي لك؟ بده هيدا الكاركتير بدك تركب له شيء مثلا. هو يعني حيلا شيء ممكن أنت تفكر فيه وتلاقي آخر شيء غبي. أحلى شيء وقت اللي عملنا لها حلقة يلي بدها تتعامل مع التكنولوجيا أساسية سكرتير. فهي متعودة على الدكتيلو وفجأة جبنا لها الكمبيوتر فهي بدها تتعامل مع فكبست على الكبسات ودفشت سكرين على الأرض أو بدها تصلح فقال لها بدك تصلحي عملي تايبينج نص طلعت هيك لقيت فيها أغلاط أخذت التيب إكس وعلى الشاشة طفت نقطة فيها أشياء بس هيدا الكاركتير والله إنه في كثير من الفانز اللي بيحضروني أنا أكيد بوجههم تحية كبيرة وأنا بحبهم كثير بدغري بيعلقوا عليها بيقولوا لي عن جد مهضومة إنه أوقات بنحس إنه أنا عن جد في ناس هيك صحيح. لأنه صح. ما بتمثلوا دولي يعني لا سوري الهوا في 530 من اللي بحبوك على الفيسبوك طالبوا انك تكوني معنا بنورنا الليل ايه. كمان فكمان هيك مبسوطين فيك اكيد هن مبسوطين فيك مجرد انا هول الشخصين الحلوين اللي بوز هن طلبوا يا عمير عن جد دكتور سمير جعجع بدك تاخذ بريك طبعا كيف نبغى كاميرا كاميرتك ما بجوز من ربع بعد من ربع المستحيلات انه نكون قاعدين على طاوله مستديره الا ما ناخذ بريك لانه هلا صار وقت التواليت طبعا طبعا بس دكتور جعجع معقوله من بعد البريك تفل انه نحن على الاو تي في لا طبعا لا طبعا لا راح نعود ولكن بشخصيه اخرى يعني فعلي فعلي ان شاء الله بعد رمضان تنجمعوا كلكم على طاوله واحده وتلفزيون واحد بريك نرجع